كوتش رنا من جولتين. اليوم راح تلعب تمرين فول بودي، حتكون انتنسيتي شوي خفيفة من متوسطة لخفيفة. حيكون عندنا مدة تمرين 40 ثانية، بين كل تمرين وتمرين راح اريح 15 ثانية، اوكي؟ أول تمرين عندنا راح أوسع رجلي، بدي أنتبه ركبتي ما تطلع لبرا ولا تدخل لجوا. ظهر ستريت، بدي أنزل تاتش ذا فلور أب تاتش، أهم شي النفس أب تاتش أب، بطلع على التوز وأرجع بلمس الأرض، أوكي؟ ثاني تمرين عندنا برضه بدي أنتبه لزاوية الركبة، التمرين هذا للجلوتس أهم شي، راح أكون رجلي ستريت أروح سايد وأرد أرجع سنتر، أروح سايد أرد أرجع سنتر، بعمل سويتش كل سايد 20 ثانية لأنه مدة التمرين 40 ثانية، فبعمل 20 ثانية إيتش سايد، أوكي؟ التمرين اللي بعده أنا مع ظهري أرفع رجلي أرتفع على الأرض، إيدي هون ما بدي أخليهم ورا رقبتي عشان ما أزيح رقبتي معي، إيدي هون بروح سايد رايت لفت، أهم شي النفس، أوكي؟ التمرين اللي بعده راح أحط إيدي تحت الشولدرز، رجلي ستريت، أحاول ما أحرك حوضي لما أعمل تمرين، بدي أطلع تاتش، بعدين بنزل، برد بطلع. ورد برجع تاتش، تكرارين لكل واحد، اهم شيء انتبه للتكنيك تبعي، تكنيكي اساسي بالتمرين، اوكي؟ تمام. اللي بعده عندنا اللونجز، الزاوية تبعتي حوريكم جنب عشان تكون صح، برضو كل سايد راح اسوي 20 ثانية، زاوية السين بنزل ظهر ستريت بشد بطني عشان اسوي بالانس، داون اب داون اب، بعدين بعمل سويتش على السايد الثاني، خلص 20 ثانية برجع السايد الثاني بنزل داون اب داون اب، تمام؟ اوكي التمرين اللي بعده راح اكون انزل ورد بطلع، بطلع على التوز برد بنزل برد بطلع بطلع التوز، الرجل بنزل فيها بطلع بالعكس عشان اوازي بينهم، يعني خلصت سايد هلا بروح على السايد الثاني، اهم شيء زي ما حكينا 40 ثانيه كل تمرين، بريح بين كل تمرين وتمرين 15 ثانيه، اوكي؟ التمرين اللي بعده برضو حرجع انا مع ظهري، زي هون نفس المبدا، رقبتي ما بتتحرك وامي اكتافي، بطلع بيسك رنش برجع هيبس اب، بيسك رنش هيبس اب، اهم شي رقبتي ثابتة نظري ستريت هيبس اب، تمام؟ اوكي التمرين اللي بعده راح اوسع رجلي، نلعب للإنر ثايز، طيب راح أروح سايد مرتين أو يعني بتخلص 20 ثانية، برد برجع السايد الثاني برضو 20 ثانية، برضو بدي أنتبه لزاوية الرجل، المشط الرجل ما يكون لجوا ما يكون لبرا كثير بالنص عشان الزاوية، تمام؟ خلص كل سايد وسايد، أهم إشي لازم أكون حاسة بالعضلة عشان إنه أتأكد إني أنا عم بعمل تماريني صح، النفس إشي كتير أساسي، أوكي التمرين اللي بعده إيدي هون بندي الرجلي هاي بكون شوي خافة عليها عشان ما تكون ستريت أضغط على الركبة، بروح سايد برجع ورا سايد ورا، برضو نفس المبدأ 20 ثانية كل سايد، بعدين بعمل سويتش سايد ورا سايد ورا، تمام. اللي بعده بنسميها التو تاتش، برفع رجلي
بطلع تاتش وبنزل. الرجل الثانية بس اخلص بريح 15 ثانية وانتقل اللي بعده. التمرين اللي بعده هخلي ايدي برضه تحت الشولدرز، بدي اعمل اوت ان مع ماونتين كلايمر، يعني 1 2 بعدين راي برجع اوت ان بعدين بركض برجع اوت بعدين بركض. تمام، هاي تمرينا لليوم. وان شاء الله اهم شيء اهم شيء انه زي ما حكينا النفس والتكنيك والاكل جدا مهم قبل التمرين وبعد التمرين. Thank you.